فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للدائن أن يقبل وفاء الدين من مال حرام حصل عليه المدين من مقامرة؟ ما يجوز أنك تعامل مع شخص بثمن حرام تعلم أنه حرام، لا تبيع عليه والقيمة حرام، تعلم أنه ثمن خمر، ثمن سرقة، ثمن، ما يجوز هذا، ماله ما هو بله، حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أما ما لم تعلم فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، يشتري منهم وهم يتعاملون بالربا، لكن ما هم معلوم إن ما دفعه هو الربا، يمكن عنده مال آخر غيره. نعم.